قرارات اللجنة الأولمبية امبارح قلبت الشارع الرياضي في مصر. طبعا قرارات كانت قوية جدا تجاه الأستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالإيقاف عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنين. أكيد طبعا كان قرار قوي جدا، والعقوبة يعني أعتقد يعني نادرا ما كنا نسمع في صدور قرار مشابه زي ده قبل كده، ولكن حتى امبارح يعني القرار صدر اعتقد كان وسط ماتش الاهلي والمقاولين واول مباراه لموسيماني. طبعا كل السوشيال ميديا وكل البرامج تحولت طبعا المباراه يعني تحولت من الحديث عن اول تجربه اول ماتش رسمي لموسيماني للحديث عن قرارات اللجنه الاولمبيه. اكيد قرارات كانت قويه جدا، والتداعيات والحيثيات بتاعه القرارات قويه. المفروض حسب القرار ان مرتضى منصور ما يزاولش اي نشاط رياضي لمده 4 سنين، ممنوع ان هو يوقع على اي شيكات او اي اوراق ماليه تخص اداره نادي الزمالك. كمان اللجنه الاولمبيه يعني الزمت اداره نادي الزمالك بان هي في اول جمعيه عموميه عاديه ان هي تعمل انتخابات على المقعد الشاغر اللي هو مقعد الرئيس، لانه خلاص هم اعتبروا من بدايه من 4 اكتوبر 2020 نادي الزمالك بدون رئيس. وده الكلام اللي اكده النهارده المهندس شريف العريان عضو مجلس اداره اللجنه الاولمبيه في تصريحات الصبح سمعتها مع الكابتن احمد شوبير، وقال احنا حاليا بالنسبه لنا مفيش رئيس نادي الزمالك بيتعامل معاه. فطبعا اكيد المشكله جايه بشقين، ان اللجنه الاولمبيه بتقول لك دي مشكله اداريه نادي الزمالك ليس له علاقه بها، المشكله دي مع رئيس النادي. والمشكله دي لو تفتكروا بقالها سنين، يعني بقالها سنين من ساعه انتخاب او اخر فتره انتخابيه حتى، يعني كان في قرار مشابه للقرار ده اعتقد في اكتوبر 2019 لما تم ايقاف مرتضى منصور سنتين عن النشاط الرياضي برضه اعتقد، بس ما كانش بنفس الحيثيات. يعني اعتقد هو ساعتها اتوقف سنتين عن حضور اي انشطه رياضيه، ووقفه او وقف توقيعه على الشيكات والمعاملات الماليه. حتى من الوقت ده عشان انتوا عارفين من الوقت ده نادي الزمالك فعلا بيخلي المستشار احمد جلال ابراهيم نائب رئيس مجلس الاداره هو اللي وقع على الشيكات او المعاملات الماليه في النادي. بعديها المستشار مصطفى منصور راح عمل يعني استئناف على القرار قدام محكمه القضاء الاداري، وصدر قرار في شهر ابريل اعتقد السنه اللي فاتت، او خليني بس افتكر هو كان اكتوبر 2018 اعتقد اكتوبر 2018، وصدر حكم القضاء الاداري في ابريل 2019 عشان بس ابقى دقيق معاكم. بس القرار الناس سالوني كتير قبل اللايف قالوا لي ايه الفرق ما بين القرار ده والقرار. القرار بتاع 2018 كان صادر من الجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه اللي خدته ومجلس الاداره ساعتها يعني وثق عليه، وبعديها القرار تم الغائه بحكم قضائي من القضاء الاداري. طيب المره دي الوضع ربما يكون مختلف شويه في حته ان القرار صدر صراحه من مجلس اداره اللجنه الاولمبيه، وجاي كمان مع ان هو في مشكله ما بين رئيس اللجنة والمستشار مرتضى منصور اللي طبعا تهجم على اعضاء اللجنة كلهم، وكمان طبعا المشاكل اللي هو اوريدي عاملها مع النادي الاهلي طبعا في خطابات شكاوى كتير. طب عشان اشرح لكم طبعا الوضع حسب عشان نبقى واضحين، احنا بنتكلم في موضوع اداري شوية مش موضوع كروي. اللجنة الاولمبية وتصريحات الاستاذ ياسر ادريس برضه عشان انتوا عارفينها بيقولوا ان عشان تستأنف القرار ده تستأنفه قدام المحكمة الرياضية المصرية او المحكمة الرياضية الدولية.
براحتك، حابب تستأنف هنا انت حر، حابب تستأنف هنا انت حر. طيب لو رحت للقضاء الإداري زي ما رحت المرة اللي فاتت، ربما يعرض الرياضة المصرية لبعض العقوبات بسبب الموضوع. طبعا عارفين الرياضة بيبقى ليها أنشطة، ومصر فعلا في قانون الرياضة دخلت في هذا الإطار، وتم إنشاء المحكمة الرياضية المصرية التابعة للمحكمة الرياضية الدولية، وبالتالي ده قرار يعني يخص الرياضة، وربما ما تكونش المحاكم إلا عادية لها الحق في الوقت الحالي إنها تخش فيه. على الجانب الثاني طبعا أكيد نادي الزمالك، أنا امبارح سمعت المستشار القانوني نادي الزمالك قال إن القرار ده مشابه للقرار اللي صدر في 2018 ويحق لنا الاستئناف عليه قدام القضاء الإداري ونقدر نلغي. وهنا هتبدأ بقى الايه الأزمة ما بين اللجنة الأولمبية اللي بتقول لو انت عايز تستأنف حقك طبعا خلال اسبوعين من صدور القرار، يعني بنتكلم 4 اكتوبر، حط عليهم اسبوعين 15 يوم يبقى مع نادي المستشار مصطفى منصور لغاية يوم 19 اكتوبر عشان يستأنف على القرار قدام جهتين من وجهة نظر اللجنة الأولمبية، المحكمة الرياضية المصرية او المحكمة الرياضية الدولية. طيب عن جانب التاني الزمالك او الجهة القانونية بنادي الزمالك شايفين هم من حقهم يستأنفوا قدام القضاء الإداري زي ما عملوا في الحكم اللي صدر في 2018، ولكنه ما كانش حكم بنفس الشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي، لان الشكل دلوقتي بصراحة يعني صعب جدا، قرارات كتيرة قوي، ممنوع انك تمضي على شيكات، ممنوع تحضر مباريات. وخليني برضو في بعض الاصدقاء سألوني هو ايه اللي ممكن يحصل لو نادي الزمالك والاستاذ مصطفى منصور ما نفذوش القرار ده، ايه اللي هيحصل؟ خليني بقى اشرح لكم الحته دي عشان في ناس كتير مش فاهمها. بص، القرار ده يخص رئيس نادي الزمالك، هم دلوقتي بيتعاملوا ان خلاص مصطفى منصور مش رئيس نادي الزمالك، تمام كده؟ اوكي. نادي الزمالك فيه انشطه وفيه العاب كتيره جدا، كل الالعاب اللي في نادي الزمالك دي بتخضع لرقابه اللجنه الاولمبيه. ليه؟ لان كل اللعبات دي، مثلا نفترض نادي الزمالك عنده فريق في الكوره وعنده قطاع ناشئين وعنده فريق كره السله وعنده فريق كره اليد وعنده فريق كره الطايره وعنده فرق في كل الالعاب اللي بتخضع لرقابه اللجنه الاولمبيه، تمام كده؟ حلو. الالعاب دي كل بتخضع للاتحادات، يعني في اتحاد الكوره، في اتحاد كره السله، في اتحاد كره اليد، في اتحاد التنس، في اتحاد تنس الطاوله، في اتحاد كره الطايره، في كل الاتحادات دي بتخضع برضو لرقابه اللجنه الاولمبيه. فاللجنه الاولمبيه بعد ما اصدرت القرار امبارح هتبعت صوره من القرارات دي لكل اتحاد، اتفضل القرار ده عندك، ممنوع دخول رئيس نادي الزمالك في اي تظاهرات رياضيه واي مشاركات نادي الزمالك، ليه؟ ان هو موقوف من مزاوله النشاط الرياضي لمده 4 سنين. طيب كل اتحاد بقى عنده لائحه داخليه، يعني اتحاد الكوره عنده لائحه داخليه، اتحاد السله عنده لائحه داخليه، اتحاد اليد عنده لائحه داخليه، والطايره وما الى اخره. كل اتحاد هيطبق القرار ده، ملزم بتطبيق القرار ده طبقا لائحته الداخليه، يشوف بقى اللائحه الداخليه عنده بتقول ايه ويطبقها. طيب نادي الزمالك بقى مجلس الاداره عنده مفروض الزام اللجنه الاولمبيه انه ينتخب رئيس جديد في اقرب جمعيه عموميه عاديه، مش غير عاديه، عادية. يعني ايه عاديه؟ الجمعيات العموميه العاديه بيبقى ليها مواعيد في السنه، الغير عاديه ان انت بتطلب اقامه جمعيه عموميه غير عاديه وبتاخد عليها موافقه من وزاره الشباب والرياضه، لكن اللجنه الاولمبيه قالت لا، اقرب جمعيه عموميه عاديه. نادي الزمالك بحسب كلام المهندس شريف العريان، لو مجلس الاداره الحالي ونائب نائب الرئيس اللي هو الاستاذ المستشار احمد جلال ابراهيم منفس القرار بتاع انك تدعو لانتخاب رئيس جديد، هنا نادي الزمالك بيقحم نفسه في القضيه، عشان بس نبقى احنا فاهمين الموضوع من لجنه اولمبيه، هو ما اقحمش نادي الزمالك، نادي الزمالك ملوش دعوه، نادي الزمالك مكمل عادي، لكن في مشكله مع رئيس النادي. نادي الزمالك امتى يقحم نفسه؟ لما يعارض اي قرار من القرارات اللي اصدرها اللجنه الاولمبيه. طيب ده الشق الرياضي والشق الاداري من الجهه الرياضيه. في عندنا شق اخر وهو ان المستشار مصطفى منصور عضو برلمان، وبالتالي البرلمان كان في برضو بعض الاصدقاء بعتولي على الفيسبوك ورقه طالعه من مجلس النواب للجنه الاولمبيه بتقول لهم فيها ما ينفعش ان المستشار مصطفى منصور يخضع للتحقيقات لان ده يعارض الصفه البرلمانيه له.
وهنا الورقة دي تخص الحضور، الخضوع للتحقيقات، لا تخص الجزء الشق بتاع القرارات. بمعنى ايه؟ لو في قرار رياضي محدش يقدر يقول لك ما تزروش. وهدي مثلا، الكاف كان وقف الاستاذ متولي منصور لمده سنه، واعتقد غرموه 40,000 دولار ومنعوه من حضور مباريات. كان ساعتها لما هو تهجم على الاتحاد الافريقي وعلى رئيس الكاف احمد احمد، وفعلا العقوبه اتوقعت ساعتها. البرلمان لم يتدخل لان دي عقوبه رياضيه ملهاش دعوه بحته ان هو عضو في البرلمان، ومحدش قال للكاف لو سمحتوا ما تعملوش الاستاذ متولي منصور عشان هو عضو برلمان، ما ينفعش. كان ساعتها طبعا اكيد مشكله كبيره جدا لو حد قال للكاف كده، كان ساعتها ممكن يصل الامر الى حد استبعاد نادي الزمالك من البطولات الافريقيه وخصم النقاط وما الى اخره. فالجزء الرياضي البرلمان لحد ما ملوش دعوة بيه، ده جزء رياضي او شق رياضي بحت. انما اللي هنشوف لسه عشان اكون صريح جدا جدا معاكم، نقطة القضاء الاداري، لان محدش فصل فيها. اللجنة الاولمبية بتقول القضاء الاداري ملوش انه يتدخل في هذا الامر، ده امر رياضي. ومصر فعلا الدولة المصرية انشأت محكمة رياضية مصرية لمثل هذه النوعية من القضايا ومثل هذه النوعية من الملفات. ولو كمان الأستاذ متولي منصور مش عايز يروح للمحكمة الرياضية المصرية، ممكن يروح للمحكمة الرياضية الدولية على الشق التاني أو على الجنب التاني. مسؤولية الزمالك قالوا إن هم لأ، هيروحوا للقضاء الإداري عشان يوقفوا القرار، زي بالظبط ما حصل في القرار اللي صدر في أكتوبر 2018. دي طبعا كلها امور لسه النقطه دي مش هتبان دلوقتي، هتبان خلال الفتره الجايه. عشان برضو نفتكر المره الاولى القرار صدر في اكتوبر، الاستئناف صدر الوقف القرار في ابريل، يعني الامر خد 6 شهور، نص سنه كامله، وده وقت طويل. فمفيش حاجه هتبان في الامر ده خلال ايام او حتى او اسابيع، لسه هيقعد شويه. علما ان برضو نقطه مهمه لازم تعرفوها، الفتره او المرحله الحاليه لمجلس النواب هتنتهي في بدايه اعتقد يناير السنه الجايه. الدوره الحاليه للبرلمان هتنتهي في يناير، فبالتالي بعد اعتقد شهر، نص شهر يناير، هتنتفي الصفه البرلمانيه عن المستشار متولي منصور. وساعتها طبعا يعني الكلام هياخد طبعا سكه تانية خالص، بس كل الامور دي ما بتنتهيش في يوم او في ليله. طيب نيجي بقى لنقطه مهمه جدا عايز اكلمكم فيها، ايه علاقه او تاثر فريق نادي الزمالك بالظروف الحاليه. اتمنى على المستوى الشخصي ان نادي الزمالك او فريق الكوره ينعزل تماما عن كل المشاكل دي، بالظبط بالظبط زي ما دايما بشوف النادي الاهلي. النادي الاهلي مميز جدا في الحته دي، لو في اي مشكله اداريه على طول فرقه الكوره بره. وهدي مثال، في 2016 2015 في نهايه 2015 ديسمبر 2015 اصدر القضاء الاداري قرار بحل مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه المهندس محمود طاهر. ساعتها قرار الزامي، كان اخر درجه في التقاضي، عضو من اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي قدم شكوى ان الانتخابات كانت باطله، كان فيها مشكله. وفضلوا يتقاضوا الانتخابات كانت 2014، فضلوا يتقاضوا لمده سنتين لغايه لما صدر اخر قرار في ديسمبر 2015 بايه بقى؟ حل مجلس اداره النادي الاهلي. بصوا القرار مش يعني ان هم سحبوا مقعد الرئاسه من شخص واحد، لا، ده حلوا المجلس، القضاء الاداري حل المجلس باكمله وقال الانتخابات دي كانت باطله. كانت انتخابات اعتقد المهندس محمود طاهر مع كان بسم الله الرحمن الرحيم والله ما فاكر كان المنافس بتاعه، ايوه المهندس ابراهيم معلم، كان في 2014. القضاء الاداري اصدر قرار بحل المجلس كله، رئيس مجلس اداره، امين صندوق، اعضاء، مفيش مجلس. كان ساعتها المهندس خالد عبد العزيز هو وزير الشباب والرياضه. طب هو عمل ايه بقى؟ نفذ القرار وبعديها عين المجلس ده لسنه اعتقد بالتعيين. وساعتها سبحان الله السوشيال ميديا الاهلاويه كانت مرحبه جدا بقرار حل مجلس الاداره، لان ساعتها كان في طبعا مشاكل كبيره جدا 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 ما بين جمهور الاهلي، قطاع كبير، مش عايز اقول كله بس قطاع كبير جدا من جمهور
النادي الاهلي كان عنده مشكله مع مجلس اداره المهندس محمود طاهر ساعتها بسبب المشاكل وبسبب الامور التصريحات اللي كانت بتطلع من المجلس والتعيينات داخل النادي في المركز الاعلامي. كان في مشاكل كتيره ساعتها اللي كان متابع الامر في 2015 ساعتها ممكن يفتكر معايا الكلام ده. طيب النادي الاهلي بقى كفريق الكوره ما كانش له اي دعوه بالكلام ده، كان منعزل تماما، كان منفصل عن الامور دي كلها، والفرقه مشيت في طريقها وكملت. والله بقى في مشكله عند الاداره، ما فيش مشكله، احنا مالناش دعوه، احنا فرقه الكوره دايما منعزله عن الامور الاداريه في النادي. وعشان كده اتمنى النهارده احنا نادي الزمالك جاب مدير فني جديد، هو باتشيكو، الراجل لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وبيبدا مشواره مع الفريق اللي فيه مهمتين. اول مهمه منهم النهارده، اول خطوه فيها، وهي مباراه سموحه في دور ال 16 لكاس مصر. نادي الزمالك خلاص مفيش دوري، قصان طيب الدوري خسرناه، باقي ايه بقى؟ باقي حاجتين، باقي كاس مصر وباقي دوري ابطال افريقيا. طيب احنا في دوري الابطال وصلنا سيمي فاينل وعندنا مباراه، عندنا مواجهه قويه جدا مع الرجاء، لسه هنلعب الذهاب في المغرب في نص اكتوبر. النهارده عندنا ماتش الكاس، فانت عندك مهمتين قويتين جدا، لازم تفصل نفسك عن الامور دي خالص. اللعيبه لازم تفصل نفسها عن المشاكل دي، ما تتدخلش ولا تكتب عنها ولا تقول رايها خالص، ما تقحمش نفسك في هذا الامر. الجهاز الفني لازم يبعد تماما عن المشاكل الاداريه، ملوش دعوه بيها خالص. نادي الزمالك اسم كبير ونادي كبير، وواحد بنتكلم على القطب الثاني الرياضي في مصر من حجم حتى الالعاب. يعني سيبك حتى لو في ناس بتقول ان كرويا النادي الاهلي متفوق على نادي الزمالك بحكم عدد القاب الدوري وكل شيء، ولكن نادي الزمالك صرح رياضي كبير، لك ان تتخيل عدد ممارسي الرياضه في نادي الزمالك من الاولاد الصغيرين لغايه الفرق الكبيره كام واحد؟ ده عدد كبير جدا 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 جدا، فلازم الحته دي نبقى واخدين بالنا منها. احنا بنتكلمش نادي الزمالك يمثل فرد او فردين او خمسه او 10 او حتى 100، لا طبعا، نادي الزمالك صرح كبير بيخدم الرياضه المصريه في حاجات كتيره جدا، فلازم نبقى احنا واخدين بالنا من الحته دي بشكل مميز. وبالتالي واجب على لعيبه نادي الزمالك والجهاز الفني نادي الزمالك بتكلم عن فريق الكوره والمنظومه الاعلاميه، مهم قوي المنظومه الاعلاميه نادي الزمالك ما يقحموش فرقه الكوره في المشاكل دي، ابعد فرقه الكوره عشان ما يبقاش الناتج اكبر. يعني احنا بنتكلم نادي الزمالك دلوقتي بيحاول يسعى ان هو يامن الموسم ده ببطوله كاس او لسه عنده دوري ابطال، فانت دي راجعه لك انت بقى. انا النهارده كتر كلامي ان توقيت صعب والقرار وتدخله مع مش عارف ايه، انت هنا اللي تعمل ده، انت اللي هتخلي اذهان الناس تتدخل في المشكلة. لكن واجب، انا اعتقد نادي الزمالك محتاج يعمل زي ما النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي كان دايما يعمل، مشاكل الادارة في حتة وفرقة الكورة على وجه التحديد ووجه الخصوص في حتة تانية ملهاش دعوة وما يتدخلوش في المشكلة ولا من قريب ولا من بعيد لغاية لما يتم حل الموضوع، سواء بان الاستاذ محمود منصور يقدر يلغي القرار او خلاص القرار هيتنفذ ويتم انتخاب رئيس جديد لنادي الزمالك في اقرب جمعيه عموميه عاديه. ده كان وجهه نظري في المشكله طبعا اللي اثيرت امبارح، واعتقد كان ليها صدى كبير جدا حتى تخطى اول مباراه لبيتسو موسيماني مع النادي الاهلي. خلوني بقى اخد شويه دي وجهه نظري، تعالوا بقى نتناقش واللي يحب يقول وجهه نظره. واتمنى طبعا احنا بنتكلم في الرياضه، فيا ريت نبقى كل واحد يقول وجهه نظره باحترام، كلنا نحترم بعض، مش عندنا مشكله دي وجهه نظرك، انا ليا وجهه نظري، المتابعين حتى اللي ما بيشجعوش نادي الزمالك ليهم وجهه نظرهم، نتناقش وكل واحد يقول وجهه نظره بالشكل اللي هو شايفه كويس. من ابراهيم الشحات بيقول الناس اللي بيدافعوا عن مرتضى منصور الناس القوية غريبة عشان المواقف اللي كانت قبل كده. على فكرة لا، هي يعني من حق كل واحد ان هو يدافع عن وجهة النظر اللي هو شايفها صح. يعني ربما اقول حاجة، خلينا نتكلم برضو بصراحة، في قطاع كبير النهاردة من جميع الزمالك شايفة ان الشكل اللي بقدمه الادارة في الوقت الحالي مش بشكل جيد، فده حقهم. انا النهاردة شايف نادي الزمالك وصل مع الادارة الحالية كسب
السوبر المصري بنتكلم عن فئة الكورة وكسب السوبر الافريقي وواصل لسيمي فاينل دوري الابطال، فهم يعتبروا ان التدخل بتاع القرار انه يصدر في الوقت الحالي ده قرار يهد من استقرار الفريق. دي وجهة نظر انا احترمها ولكن اختلف معاها. انت لو انت وثقت الفكر ده هيوصل لعيبة وحطت له مبرر. خلي بالك في نقطة مهمة جدا، الرياضي عامة اسهل حاجة عنده انه يطلع المبرر، فقبل هو ما يطلع المبرر انت بتدهلوش. يعني اللعيبة هتيجي تقول لك ايه، طب ما احنا عندنا مشاكل والادارة ولا اخره، ده اثر علينا لا قدر الله حصل لنا اي حاجة في كاس مصر او دوري الابطال، فانت ما تدهمش المبرر اللي هم يقدروا يعني ايه يستخدموه لو اثروا في الاداء. ما احنا عايزين نعرف هل مثلا لو حصل حاجه حصل تقصير في الاداء ولا من مشاكل، فانت بتدهمش السلاح اللي ممكن يستخدموه بعد كده. بس تاني كل واحد اكيد حر ان هو يقول وجهه نظره. انا بس لغايه دلوقتي شايف الناس عماله ترد على بعض، اتمنى بس يبقى يعني لو حد عايز يقول وجهه نظره في القضيه. انا عارف طبعا، عارف ان الامور الاداريه دي والامور القانونيه بتبقى صعبه على مشجعي الكوره ان هم يستوعبوها، مش زي احنا متعودين دايما قرارات تحكيم، بنتكلم على تاكتكس، بنتكلم على قوانين الكوره، ربما حتى قوانين الكوره بتبقى صعبه شويه. بس انا عارف طبعا ان قوانين الاداريه والامور بتاعت الاتحادات واللجنه الاولمبيه بتبقى لحد ما صعبه شويه وفيها دهاليز وفيها حاجات كتير، عشان كده حتى الاعلام المصري بصراحه ربما ما بيكرلهاش صفحات كتيره، لان ده مش طبع مشجعين الكوره. احنا مش زي السياسه ومش زي الامور حاجات او الامور القانونيه والقضائيه بيبقى الكلام فيها كمان يعني مصطلحات كبيره قوي. لكن على قد ما بنقدر اتمنى تكون انا حاولت ان انا اوصل لكم المشهد وتفهموا الوضع اللي احنا رايحينه. حتى اللي تابع القضية بتاعة 2018 هي شبيهة ليه، هي مش زيها بالظبط، ما اقدرش اقول هي زيها بالظبط، ولكن هي شبيهة للقرار اللي طلع في اكتوبر 2018 زي ما قلت، وتم الغائه بقرار من القضاء الاداري في ابريل 2019. نبيل سليمان بيقول سؤال حلو جدا، هل من حق وزير الشباب والرياضة وقف القرار؟ لا، الإجابة لا، وزير الشباب والرياضة مش من حقه إيقاف أي قرار صادر من اللجنة الأولمبية. اللجنة الأولمبية مؤسسة لا تخضع لأي قوانين، اللجنة الأولمبية تخضع لقوانين اللجنة الأولمبية الدولية فقط. هي اللجنة الأولمبية الدولية هي بس اللي ممكن تدي اللجنة الأولمبية المصرية قرارات، طالما ان مصر فيها قانون رياضه. مش بس برضو لازم يا جماعه الحاجات الاداريه دي نبقى واضحين فيها جدا. في 2018 لما صدر القرار، القضاء الاداري وقف تنفيذه، واللجنه الاولمبيه ساعتها ما استأنفتش ان كان لسه في جدال قانوني حوالين قانون الرياضه في مصر. في الوقت الحالي احنا عندنا قانون رياضه وفي محكمه رياضيه مصريه، طبعا اضافه اكيد طبعا للجزء بتاع البرلمان اللي احنا لحد ما الناس عماله تتكلم فيه. عن امبارح حتى كان في كلام كتير من خبراء ان مصر يحصل لها وقف نشاط رياضي لو النادي الزمالك راح للقضاء الاداري تاني. يعني هتسمعوا كلام كتير جدا. عشان اسهل لكم الوضع ده كله، في انا وجهه نظري المحكمه الرياضيه المصريه هي تفصل في الامر وانتهى الموضوع ونخلص ونبقى دايما كل مشاكلنا الرياضيه المصريه تخضع للمحكمة الرياضية المصرية، الرياضة كلها ليها محاكمها بعيدا عن الأمور الإدارية، عشان بعد كده ما يحصلش لينا احنا مشاكل خصوصا في ما يخص النشاط الرياضي المصري. احمد فرج بيقول لي ليه القرار ما تنفس من اول مرة؟ لو تقصد يا احمد في اكتوبر 2018، لان المستشار مرتضى منصور القرار اتنفس 6 شهور. خلي بالك القرار اتنفس لمدة 6 شهور والقرار اتوقف في ابريل 2019، واللجنة الاولمبية ساعتها ما استأنفتش على قرار القضاء الاداري والموضوع اتقفل. ده اللي حصل لو انت بتسأل، لو انت قصدك في سؤالك القرار اللي صدر في اكتوبر 2018.
انا شايف طبعا الناس بتقول ان هي على يعني عايزين رأيي في الامور الفنيه، يعني خلونا لحد ما النهارده او في اللايف ده بنتكلم على قرارات لجنه اولمبيه. انا امبارح طبعا حللت مباراه موسيماني، هتلاقوها على ترند يلا كوره على اليوتيوب، والنهارده ان شاء الله برضو اكيد هنحلل مباراه مهمه جدا بين الزمالك وسموحه في كاس مصر. رضا كامل بيسأل برضو سؤال حلو، هل لو حضر الماتش النهارده يعتبر الزمالك مهزوم؟ لا. الاجابه لا. ليه بقى؟ اشرح لك. زي ما قلت اللجنه الاولمبيه بتبعت الخطاب لكل اتحاد على حده تقول له اتفضل نفذ القرار ده. طيب اتحاد الكوره عشان ينفذ اي قرار بيرجع للائحه الداخليه بتاعته، فيشوف لو في عنصر في منظومه نادي الزمالك اتوقف إدارية هنعمل معاه ازاي؟ لازم يطلع قرار. بمعنى ايه؟ يعني لازم اتحاد الكورة يبلغ نادي الزمالك يقول له خلي بالك انا جالي قرار من اللجنة الاولمبية بيفيد كذا وكذا وكذا وكذا، فخلي بالك لو رئيس النادي حضر اي مباراة هيتم تنفيذ الاتي. ايه بقى الاتي ده؟ بناء على اللائحة الداخلية. طيب خلال من امبارح بالليل لغاية دلوقتي اتحاد الكورة بعت اي حاجة نادي الزمالك؟ لا، ما بعتش ولا حذره ولا قال له اي حاجه، لان مش شرط حتى يعتبره خسران. ممكن مثلا يقول له خلي بالك لو رئيس مرتضى منصور حضر اي ماتش ليك في الكوره هنخصم لك من الدوري مش هنطلعك من الكاس. فده بيخضع لايه؟ بيخضع للائحه الداخليه لاتحاد الكوره. لازم اتحاد ولازم اتحاد الكوره يبلغ نادي الزمالك في خطاب رسمي بالامر، يعني لو حصل كذا لو حضر رئيس النادي هيعتبر كذا. وافتكروا حتى لو تفتكروا من حوالي 3 4 مواسم كده كان تم ايقاف او كان في مباراه بدون جمهور، كان في قرارات متاخده لعدم حضور الجماهير بسبب الشماريخ من حوالي 5 سنين كده، وكان ماتش الزمالك والحرس ومجموعه من جماهير الزمالك دخلت المدرجات وولعوا شماريخ جوه المدرجات، فتم ساعتها اعتبار نادي حرس الحدود كسب المباراه 2-0. فلازم قبليها تبقى انت ابلغت النادي بالتصرف او القرار اللي هتاخده. ما ينفعش النهارده تسيبني انا كده ما اعرفش وتيجي تقول لي والله خلي بالك ده في قرار طلع من اللجنه الاولمبيه وانت عملت عكسه فانت مغلوب. لا، ده مش امر محترف وما بيحصلش. هاخد اخر كومنتين من حضراتكم. محمد سعد بيقول طب انت شايف مرتضى منصور هيتوقف ولا لا؟ بص يا محمد، احنا عندنا في سابقه اصلا حصلت في اكتوبر 2018 تم ايقاف مرتضى منصور سنتين عن مزاوله النشاط انه او لا عن حضور المباريات ومزاوله مهامه كرئيس للنادي ومنعه من توقيع الشيكات، والقرار اتنفذ مده 6 شهور وتم ايقافه في ابريل 2019. قدام ايه بقى؟ القضاء الاداري. يعني القضاء الاداري ساعتها هو اللي وقف تنفيذ القرار واللجنه الاولمبيه ما استأنفتش على وقف القرار. طيب من الفتره دي النقطه بتاعه الشيكات هي مش ازمه في وجهه نظري. ليه؟ اللي من ساعتها المستشار احمد جاب ابراهيم نائب رئيس النادي هو اصلا اللي بيمضي على كل الورق ده لغايه دلوقتي. يعني من ساعتها نادي الزمالك ما بياخدش توقيع المستشار مرتضى منصور، اللي بيمضي المستشار احمد جاب ابراهيم. فدي مش ازمه، مش دي الازمه اصلا. احنا بنتكلم في مهام الرئيس وجود الاستاذ مرتضى منصور كرئيس للنادي. طيب الوضع الحالي بيقول ايه؟ بيقول لو احنا هنمشي زي السابقه بتاعه 2018 يبقى المستشار مرتضى منصور هيروح يقدم استئناف قدام القضاء الاداري على القرارات بتاعه اللجنه الاولمبيه ونستنى انها تحكم فيها، ودي بتاخد من حوالي 4 ل 6 شهور. خلال 4 ل 6 شهور دول هيبقى هتنتفي صفه ان عضو برلمان، ان هو الدوره البرلمانيه الحاليه هتنتهي في يناير 2021. طيب اللجنه الاولمبيه بقى هتعمل ايه؟ ده اللي احنا طبعا مستنيين النهارده هنشوف التبعات بتاعته، لان هم الصبح قالوا ان خلاص هم بيعتبروا في الوقت الحالي نادي الزمالك ملوش رئيس، واكيد طبعا بصفاتهم ان هم ماسكين الرياضه في مصر هيبلغوا كل الاتحادات في مصر. فننتظر بقى نشوف الاتحادات، نشوف اتحاد الكوره، اتحاد الباسكت، اتحاد الطايره، اتحاد اليد، اتحاد تنس الطاوله، كل الاتحادات الرياضيه اللي بتخضع لرقابه اللجنه الاولمبيه المصريه هتعمل ايه او هتطلع البيانات من عندها ازاي في الواقع دي.
الناس بتسألني على واقعة ساسي وعلاقتها بوليد سليمان. طيب هرد على الحتة دي عشان ناس كتيرة بتسأل عليها. واقعة وليد سليمان اللي كانت من حوالي اربع اعتقد ثلاث مواسم لما اعتقد الحكم كان اسمه شريف، لو فكروني باسمه هو كان مليان شويه، كان اسمه شريف حاجه مش فاكر، شريف رشوان بالظبط. لما ليه صوره مشهوره لما وليد بيعمل بايده كده وراح لمس التيشيرت، فرفع التيشيرت بتاع الحكم وخد فيها اربع مباريات. انا ما اقدرش اقارنها بواقعه ساسي. ساسي اللي عمله كان اوفر جدا يعني بزياده. ليه بقى؟ فرجاني ساسي عمل فاول وخد كارت ومشي، تلفظ ببعض الالفاظ اللي الحكم سمعها امين عمر. فامين عمر لما سمع ساسي بيتلفظ ببعض الفاظ، لسه احنا هنا بنتكلم مفيش اي دفع ولا في اي زق ولا في اي ملامسه ولا في اي شيء، هو الراجل خد انذار ومشي وتلفظ بالفاظ خارجه للحكم. طبعا لما اتكتبت في التقرير انها الفاظ يعني تخص والده الحكم، فراح مديله طرد مباشر، ما ادالوش انذار تاني، اداله طرد مباشر. فساسي بدا يتنرفز اكتر ووصل حط ايده عشان يشد السماعه، وتقليل الحكم ادان ساسي بكتير قوي، لان وقعه ساسي خدت وقت طويل وفيها كذا انسيدنت، فيها كذا حدث، تعدي باللفظ، تعدي بمد الايد، يعني عمل كل حاجه. ساسي ما سابش حاجه ما عملهاش. الحاجه الوحيده بس اللي كان يعني للاسف كان ممكن بقى يتطور الامر بصراحه، لازم اشيد بكاسونجو، لان كاسونجو هو اللي منعه انه يتطور الموضوع، انه كان ممكن بقى يمد ايده عليه ويبدا بقى نشوف بقى ايه اعتداء على الحكم ويبقى اعتداء قوي. فانا في وجهه نظري اوعى واقعه وليد سليمان، لا مختلفه تماما. وليد سليمان بيشوح بايده فرفع التيشيرت، ما كانش فيه اي قصد ان هو يتعدى الحكم، وكمان ما تعداش عليه لفظيا. الاكيد ان وليد سليمان لم يتعدى على حكم اللقاء لفظيا، وبالتالي خد العقوبه اللي كانت موجوده في اللائحه، وساعتها اعتقد خد من اربع مباريات ثلاث مباريات حسب ما افتكر. واقعه ساسي تختلف، ان فيها حدثين، تعديت باللفظ انك شتمته، هو ايد الشتيمه في التقرير بتاعه، والتانية انك تعديت عليه بايدك ونزعت السماعة من وشه. هنقف هنا بقى في حتة لجنة الانضباط هتبص لما انت خدت السماعة من ودنه ورميتها، ده تعدي ولا مش تعدي؟ هو في موقف غلط يعني، بعيدا عن التعدي، في 8 ماتشات بتوع الشتيمة اصلا، يعني ده شتمته، فدول يوم 8 ماتشات. دي اللائحة، هبنتكلم على لائحة العقوبات، دي لائحة، دي خلاص، دول 8 ماتشات. لجنة الانضباط بقى هتبص على الواقعة بتاعت صح ان انت مديت ايدك على وشه وخدت السماعة، وانت بتاخد السماعة دي بقى هتعتبرها ايه؟ انا هتسألنا في وجهة نظري هي مش تعدي. لو سألتني انا وجهة نظري انا ككريم سعيد، هي مش تعدي، هو ما ضربوش، انا ما شفتوش بيضربه بصراحة، هو نزع السماعة من ودنه ورماه، ده ولا دفعه يعني، برضو لا تخضع للدفع، فربما ياخد برضو عليها 8 ماتشات، يبقى الاثنين 16 ماتش والموضوع يخلص. طيب في بقى ناس بعتوا لي على تويتر يقولوا لي طيب لجنة الانضباط دي اللي انت حاططها دي قديمه. لا دي مش قديمه، انتوا فاهمين غلط. الاتحاد الكوره في لائحه عقوبات وفي لائحه انضباط. لائحه العقوبات دي لو انت عملت كذا تاخد عقوبه، دي مين اللي بتكررها؟ لجنه المسابقات اللي هي بتراجع تقرير الحكم بعد كل مباراه، تمام كده، بتشوف التقرير فيه ايه وتبدا تقول انت عملت دي فتفضل هتاخد العقوبه المنصوصه عليها اللي محطوطه من اول الموسم، تمام. لو في اي عقوبه من اللي انت عملتها او اتنصت عليك فيها جزء انضباطي او اخلاقي، من حق لجنه الانضباط انها تتدخل. طيب لجنه الانضباط الناس بعتت تقول لي لا ده ساسي هيتعاقب على لجنه الانضباط. يا جماعه العقوبه دي اقوى، عقوبه لجنه الانضباط لما تبصوا للشروط بتاعتها، لو لقوا ان الحكم ادان اللاعب ممكن تشطبه، ممكن تشطب اللاعب. فالناس اللي بتقول لا انت متجني على اساسي، لا ده انا بتكلم على العقوبات بس، انا بتكلم على العقوبات بس، ويا ريت تقف عند العقوبات بس، يعني يا ريت تقف عند العقوبات بس. فرجاني غلط، طبعا غلط، موضوع منتهي ان انت غلطت غلطتين، شتمته ومديت ايدك على وشه وخدت السماعه ورميتها، فالشتيمه جابت لك 8 ماتشات، موضوع منتهي، خلصنا هنا. في واقعتين، وليد سليمان ما شتمش الحكم،
هو بيشوح له فايده جت في ايده. وبعديها وليد اعتذر كمان، ودي اللي انا كتبت له عليها برافو عليك ان انت اعتذرت. وكنت اتمنى ان فرجاني الساسي كان لازم يطلع يقول يا جماعه انا اسف، انا اسف على اللي انا عملته، انا بعتذر على المشهد اللي انتوا شفتوه. هو مشهد رياضي وما يتاخدش في اي حته بره الرياضه، هو مشهد رياضي بحت، لعيب غلط وخلاص وخلصنا، لكن اطلع اعتذر. كان واجب عليك لعيب كبير في منتخب تونس ولعيب كبير في نادي الزمالك انك تطلع تعتذر، بدليل ان المستشار منصور وهو رئيس النادي ساعه الواقعه يعني غرمك حسب ما هو قال اكبر غرامه ماليه في تاريخ نادي الزمالك، ده اللي قاله. فده معناه ايه؟ ان نادي الزمالك نفسه ادانك. يبقى كان لازم فرجاني ذوقيا يطلع يقول يا جماعه انا اسف على المشهد اللي انتوا شفتوا. فده بس وجهة نظري فيما يخص الناس اللي بتسألني على المقارنة ما بين الموقفين. واعتقد النهاردة مفروض يعني اللجنة الانضباط بتجتمع، اللي بيحب اللي عايز، اللي في ناس برضو بتسألني تقول لي هو ليه القرار ما طلعش. عامة قرارات لجنة الانضباط هما بيجتمعوا اعتقد كل يوم اثنين واربع، يعني اعتقد النهاردة في اجتماع فربما يصدر القرار النهاردة. نور الدين عماره بيقول لي نزع السماعه دي مش اهانه الحكم؟ طبعا اهانه الحكم، طبعا اهانه الحكم، واكيد طبعا. وكمان خلي بالكم التقرير بتاع الحكم ادان فرجاني ساسي جامد جدا، التقرير كان قوي قوي قوي، يعني اللي شافوا الخبر على يلا كوره التقرير بيدينه بشكل قوي جدا، فمهم قوي. عشان كده كان نفسي ان هو يعتذر قبل ما لجنه الانضباط تجتمع. لو انت اعتذرت قبل لجنه الانضباط تجتمع بتدي شكل كويس ان انت مستعمل انت عملته، وبالتالي اكيد بيبقى في تخفيف شويه في التعامل مع الامر. لكن لغايه النهارده في الجاي ما اعتذرش على اللي هو عمله، فده برضو امر سيء جدا. ولكن في كل الاحوال خلاص الموضوع راح للجنه الانضباط وهيتم الفصل فيه اعتقد النهارده على حد اقصى. كده كده اصلا فرجاني مع منتخب تونس ومش هيشارك مع نادي الزمالك في ماتش بالليل، وبالتالي اكيد العقوبه هم حطوا دفع اعتبارهم، واعتقد ان العقوبه ممكن تطلع النهارده او ممكن تطلع بكره كحد اقصى. عامه ده كان اللايف بتاعنا النهارده على قرارات اللجنه الاولمبيه تجاه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والايقاف لمده 4 سنين، واتمنى اكون شرحت لكم الوضع من الشان القانوني ومن الشان الاداري من كل الاوجه اللي احنا شفناه. ونستنى الفتره الجايه نشوف يعني الامر هيمشي ازاي، لان بصراحه هما دول بس المعضلتين الموجودين قدامنا، هنمشي مع المحكمه الرياضيه المصريه ولا هنمشي مع القضاء الاداري المصري، ده اللي احنا هنعرفه خلال الايام الجايه. وان شاء الله استنوني بالليل في ترند يلا كوره مباراه الزمالك وسموحه في كاس مصر دور 16. اشوفكم باذن الله في حلقه ترند على يوتيوب يلا كوره. شكرا جزيلا، كنت معاكم كريم سعيد.